بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار بيان رقم 5 إلى كل الشرفاء الأحرار في سوريا خرجت في الساعة 10 مساء يوم 4/8/2011 في منطقة خان شيخون بإدلب مظاهرة سلمية تنادي بالحرية للشهيد وأسقاط النظام وعلى أثرها قامت عناصر الشبيحة وبعض عناصر الأمن بمداهمة المظاهرة والتنكيل بأهلنا هناك فقد قلنا نحن مجموعة من حركة الضباط الأحرار بمقاومة الشبيحة وعناصر الأمن وتبادلنا معهم إطلاق النار مما أسفر عن مقتل ما يقارب 30 شبيح وعنصر أمن وجرح ما لا يقل عن 15 منهم وقد نعلن بياننا هذا ونؤكد على أن المظاهرة كانت سلمية كبقية المظاهرات في جميع أرجاء الوطن ولم يكن أحد من المتظاهرين يحمل أي نوع من الأسلحة وكما عاهدناكم بالدفاع عنكم فها نحن وفينا بعهدنا وعهدنا لأبناء وطننا ونحضر النظام وأزلامه أن أي مساس بأمن ودماء المتظاهرين العزل وحرماتهم فلن نقف مكتوفي الأيدي بعد اليوم اتجاه ما يقترفه النظام وأتباعه من تجاوزات بحق هؤلاء ونؤكد على اعتبار الجيش السوري مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الشعب وثغرته السلمية وحماية أمن الوطن والمواطن عاشت سوريا حرة أبية والنصر للشعب السوري الحر الملازم أول عبد الله عودة قائد القطاع الشمالي حركة الضباط الأحرار